بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لتكميل فقط القرارات التي صدرت عن اللجنة في لتعزيز الشفافية والمساءلة، طلبت اللجنة تعديل مرسوم المنظم المفتشي العام للدولة لضمان إعداد تقرير سنوي عن نشاطها ونشره للجمهور، وكذلك كلفت المفتشي العام للدولة والمفتشية العامة للمالية بتعديد تقديم تقارير دورية عن الرقابة وتقييم الأداء في كل اجتماع لهذه اللجنة. وشكراً.